وقت مع مثقفين أكراد وقالوا الآتي: من الممكن أن تقام الدولة إذا عصفت بالمنطقة فوضى رهيبة جدا، ستقام دولتنا في ظل ذلك. وأعتقد أن الفوضى أن يعني متواجد، قد تكون دي بدايتها، قد تكون. طيب، هؤلاء الأكراد كيف ينظرون إلى القومية العربية؟ هل يعتبرونها يعني عدو؟ هل يعتبرونها صديق؟ هل يعني أنا أتحدث عن خطورة قيام كيان كردي في المكان، هم غالبيتهم من المسلمين السنة الذين تقريبا يعني لديهم تمازج ديني مع القوميات العربية المجاورة، ولكن كيف ينظرون إلى القومية العربية تحديدا؟ اسمح لي هتعرض لنقطتين اثنين. نعم. النقطة الأولى، الهدف الأساسي للمركز اللي أنا أشرف برئاسته هو أكراد الشرق الأوسط من خصم إلى إضافة. كيف؟ نعم. كيف نحقق هذا؟ كيف أجعل من هؤلاء في إيران، في تركيا، في العراق، في سوريا إضافة لي بدلا من أن يكونوا خصما مني؟ نعم. وأحاول في هذا المجال. هذا هو واحد. الشيء الثاني، في سنة 2004 أجريت دراسة في كردستان العراق لحساب معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، صدر في كتاب بعنوان كردستان العراق إشكالية الهوية بين الوطن العراقي والقومي الكردي. دي عملتها على طلاب الجامعات السنوات النهائية على أساس أنهم مستقبلا هيكون هم قادة هذه المنطقة. بكل أسف طبعا هناك منهم من ينظر للعرب كخصم على أساس أنهم تعرضوا إلى ما تعرضوا لي من قصف بالغازات السامة إلى آخره، وتهجير ومقابر جماعية في ظل صمت عربي. وهناك آخرون، هناك يعني في ظل الحكام الديكتاتوريين العرب، يعني هناك عرب أنفسهم تعرضوا لما تعرض له الأكراد. يعني إذا كانوا هؤلاء ينظرون إلى أنهم تعذبوا ودفنوا، فالديكتاتورية لا تفرق بين، هي فقط لا تريد أي نوع من أنواع المعارضة. أنا معك، لكن دائما الإنسان بيشعر بألمه أكثر من أي ألم تاني. وعندما يصبح هذا الألم في ظل صمت، يعني أنا دائما بقول الآتي: أن ما بيننا من إيجابيات أكثر بكثير مما بيننا من سلبيات، وعلينا أن نوظف تلك الإيجابيات لكي نحقق الهدف الذي أسعى إليه، وهو من خصم إلى إضافة. لذلك يعني خدت معك هذه النقطة قبل الخوض في الإطار السوري، لأن فيما يبدو أن التخطيط الداخلي والخارجي هو إيقاعنا في مشاكل بيننا وبين بعضنا، تفتت التمازج الذي حدث على إطار مئات السنين الماضية بين العرب والترك والتركمان والأكراد، والجميع يدينون بدين واحد. الآن هناك خطط تعد للحرب بين فيما يبدو السنة والشيعة. هل تعلم أن خريج الأزهر له قداسة في كردستان العراق بيقبلوا ايديه؟ خريج الأزهر لأنه أتى من الأزهر. هل تعلم أن زعماء الحركة التنويرية في مصر هم من الأكراد؟ العائلة التيمورية، عائلة بدرخان، عائلة ولي، قاسم أمين، محمود سامي البارودي، هؤلاء أكراد. ما بيننا من إيجابيات أكبر بكثير. مما بيننا. أعداؤنا يسعون إلى دعم السلبيات وتقليص الإيجابيات. أرجو أن يكون أعداؤنا فقط وليس من هم منا من أيضا فيما طيب، ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي علي مقصود. تحياتي لك سيد علي، وكيف تبدو الأوضاع الميدانية الآن على الصعيد السوري؟ أولا تحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهديكم الكرام. أهلا بك. لا شك بأن ما يشهده الميدان السوري في هذه الأيام، خاصة بعد إعلان أمريكا عن معركة تحرير الرقة، وهي في الحقيقة معركة تحريك للرقة للعناصر والعوامل المتناقضة والمتصارعة لكي تجد لها مكانا أمريكا وتمسك بأوراق في بقعة جغرافية في الخارطة السورية، بعد أن هزم هذا المشروع الإرهابي الذي أرادت منه أن يكون يعني مشروع تمزيق وتفتيت وتشظي ليس لسوريا فحسب ولكن لكل هذه الأمة.
ولذلك أنا أقول بأن المعركة التي بدأتها أمريكا في الريف الشمالي لمدينة الراقة وباستخدام قوات سورية الديمقراطية كأداة في الميدان في الحقيقة كان الهدف منها تحريك هذا المسار من الرقة إلى جرابلس، لأن أمريكا ملتزمة بناء على المؤتمر الذي عقد في 19 أيلول من العام المنصرم واستمر لثلاثة أيام من 19 إلى 22/9، وكان في بعض بنوده أن يتم العمل على إقامة إدارة حكم ذاتي للأكراد. ولكن أنا بتقديري هذا المشروع أمريكا طرحته عندما شعرت بأن مشروعها بالمنطقة هزم، وبالتالي أرادت أن تظهر هذه المشاعر وتنمي هذه المشاعر لدى بعض التيارات والأحزاب الكردية، لأن الأكراد خاصة في سوريا في الحقيقة هم مكون أصيل من النسيج الاجتماعي، بل إن سوريا تفتخر بتاريخها الذي حققه صلاح الدين الأيوبي، وصور صلاح الدين الأيوبي موجودة في قصر الرئاسة في سوريا حتى هذه اللحظة. نحن يعني بالنسبة لسوريا لا يوجد في الحقيقة أي تمييز بين كل المكونات وهذه الهويات الصغرى التي عاشت أجمل عناق وتعاضد وتلاقي في ظل الهوية الأكبر وهي الوطن السوري. ولكن يعني تقصد سيد علي أن الولايات المتحدة تحاول الآن الدخول من خيوط رفيعة داخل النسيج السوري لفصلها عن النسيج الرئيسي وإعادة تكوين الأوضاع في المنطقة من خلال تلك العناصر؟ نعم، حتى أنا أستطيع أن أؤكد لك وعلى مسؤوليتي، حتى من الأكراد أكثر من 80% لا يرغبون بالانفصال، بل يقدمون الولاء للوطن السوري وللهوية الوطنية الكبرى بأنها هي انتمائهم وهي عقيدتهم. ولكن أمريكا التي تدرك بأن تركيا التي تعتبر جزءا وعضوا في الناتو وبدأت يعني تواجه هذه العلاقات الاستراتيجية الكثير من التنازع والتوتر بل وربما القطيعة، فأرادت عبر هذا التصعيد وفي هذه المرحلة وعلى هذا الشريط التي كانت تركيا تطالب بأن يكون منطقة عازلة وآمنة، فأرادت أن تقدم دعما لهذه القوات لكي تتحرك وبالتالي تتحرض وتستفز تركيا لكي تستدعي تدخلا تركيا، ومن ثم يعاد تفجير الصراع من جديد. طيب سيد علي، يعني تفسيرك يعني فيما يبدو أن النظام السوري الحاكم ينظر إلى هذه العملية يعني ليس بالقلق الشديد الذي تتحدث عنه، هو تقريبا يعني يتحدث عن أنها عملية تهدف إلى إخراج الجماعات الإرهابية من تلك المنطقة. تفسيرك يعني لك نعم، أنا أؤكد لك بأنني عندما أتحدث عن هذا المشروع. نعم. ودائما كل مشروع له بداية وله نهاية. أمريكا بعد أن فشل مشروعها في معظم جوانبه حاليا تعمل على زرع بعض القنابل الإسنية لتحدث تغييرا ديموغرافيا وتغييرا جغرافيا في بعض المدن السورية لتزرعها كقنابل تفجرها عندما تقضي. طيب يعني دخول تركيا على الخط من وجهة نظرك، يعني لماذا تريد الولايات المتحدة توريط تركيا في الأزمة السورية؟ هناك فيما يبدو خطوط حمراء لتركيا موضوعة من قبل روسيا ومن قبل الدول الكبرى فيما يتعلق بالتدخل في سوريا تحديدا. لا شك بأن أمريكا التي تريد لتركيا في هذه المرحلة أن تتدخل بشكل مباشر، لأن أمريكا مدركة ولديها قناعة ويقين كامل بأن هذه القوات وبدعم من التحالف الذي تقوده أمريكا لا
لا يمكن له أن يحرر مدينة الرقة بكل زواياها وريفها الشمالي والجنوبي، ولكن أمريكا أرادت بتحريك هذه القوة والسيطرة على 5 بلدات في الريف الشمالي بدءا من المليحة التي تبعد 30 كيلومتر شمال الرقة، ومن ثم الهيشة إلى الشمال الشرقي لتنتقل إلى الطبقة وتسيطر على منطقة الجبهة أو بلدة الجبهة، ومن ثم تصل إلى منبج لتسيطر على العسيلي. أنا أقول بأن أمريكا دعمت هذه القوة لتصل إلى هذه الحدود، لأن بمنطقة إعزاز كما بمنطقة عفرين يعني يوجد من الهوية الكردية نسبة غالبية في هذه المدن، وعندما تصل هذه القوة التي تشكل أغلبيتها من الأكراد إلى مدينة جرابلس، هذا يعني التقاء الحدود الجغرافية للأكراد مع أكراد الريف الجنوبي الشرقي لتركيا، وهذا بالنسبة لتركيا خط أحمر. أمريكا تريد أن تستفز تركيا لكي تتدخل وتعيد من جديد ربما تفجير صراع سني شيعي